دير بها صراحه الوالدين. اللهم لك الحمد اخويا عبد الله، مرضي الوالدين. اللهم لك الحمد. راني راجل اللي خصك معك. لا صح، انا بغيت نزيد فيهم عليها بزاف. السلام عليكم ورحمة الله. الله يجزيكم بخير. يوسف ديالكم ما تخرجوش، خرج إلا للضرورة. السلام عليكم. هاد العمليه اللي كتلاحظوا معنا كنديروا عمليه ديال التعقيم ديال الشوارع والازقه، وفي نفس الوقت الاسواق النموذجيه والمستوصفات والمقاطعات كذلك. كتلاحظوا بانه شركه اس او اس كدير التعقيم وكذلك الحاويات والجنابات ديالها، وان شاء الله كنتمنى انه يرفع علينا الله هذا الوباء. كنترجى من المواطنين ساكنه مدينه مسلان انهم يتعاونوا مع هذوك العمال ديال النظافه، بحكم انه كنعرفوا هذه الفتره صعيبه بزاف. نحاولوا ما كان هذوك الكمامات اللي كنديروا والنفايات اللي كنخرجوا نديروهم في الاكياس البلاستيكيه ونسدوا عليهم ونخرجوهم، حيت هذاك العامل الا خليتي ليه هذاك الشيء هكاك لحتي هكاك سيتادير هذاك العامل غيضر، وإلا الضر يقدر يضر الأصدقاء ديالو، تيقدر غلقوا مشكل
كنتمنى من الناس مدينة الإنسان أنه يتعاونوا مع هذه العمال ديال النظافة بواحد لوجيست بسيط، هو أنه يديروا هذوك النفايات ديالهم في الحاويات ماشي يجي لحوم هكاك حيت كيعرض هذاك العامل للخطر. وشكرا لكم.